مشاهدينا الكرام، اهلا ومرحبا بكم في حلقه جديده من برنامج رواد الاعمال. كما عودناكم في كل حلقه انا استضيف رجل اعمال مميز او سيده اعمال مميزه. رحبوا معي اليوم بمستر محمد صاحب سوشي باز. اهلا وسهلا فيك مستر محمد. اهلا وسهلا بيك، نورتنا يا مستر محمد. It's our pleasure to welcome you to سوشي باز. وي اولسو اكيد مستر محمد. اهلا وسهلا مستر محمد. ممكن تقول لنا اكتر عن حضرتك وامتى بدات تاسيس البيزنس الخاص بيك هنا بالامارات؟ معك محمد خليل، مصري الجنسية. أهلا وسهلا. 41 سنة. بدأت في مجال الفود اند بافرج سنة 2004 بمصر. عندي خبرة اولموست 19 سنة. ما شاء الله. اتنقلت للسعودية في سنة 2008 لسنة 2012. بدأت بدبي في سنة 2012 as a director of operations في شركة تطوير مطاعم. نعم. الحمد لله توفقت ان انا اسس شركة سوشي باز بيناير 2022. ما شاء الله. كانت بدايتي من فرع الجي ال تي. كانت البيزنس موديل بلان بتاعتنا ان هي فوكس ان احنا تو ديفلوب مالتي براندز كونسبتس، فوكس مور انتو ديليفري كونسبت لايك ا كلاود كيتشن. بدأنا بسوشي باز بفرع الجي ال تي. الحمد لله توفقنا وصار علينا اقبال كبير جدا. فعملنا هولد للاذر كونسبتس وي ستراكشر اكسبانشن بلان للسوشي. قدرنا الحمد لله ان احنا نفتح فرع بزنس باي بجون 2022. والحمد لله برضو كان صار عليه اقبال من اول شهر. الحمد لله كان صار عليه اقبال كبير جدا. فصار wherever we allocate سوشي باز فما شاء الله بيصير عليه اقبال من the first one or two months. لو هنتكلم حتى على الارقام او how to break even، احنا ما شاء الله لو جينا يعني احنا we break even business pay بعد تاني شهر. فده طبعا كان هيوج اتشيفمنت بالنسبه لنا. ف وي ستراكشر طبعا اكسبانشن بلان ان احنا طبعا تو اكسباند مور اند مور. قدرنا الحمد لله وتوفقنا ان احنا نفتح موتور سيتي برانش بسبتمبر 2022. والحمد لله برضه صار عليه نفس الموضوع اقبال كبير جدا. ده كله في نفس السنه يعني ما شاء الله. اكزاكتلي باذن الله احنا الحمد لله توفقنا ان احنا نفتح اربع برانشز باول سنه لينا. احنا فاتحين بالظبط بقى لنا سنه واربع شهور. فالحمد لله دلوقتي احنا عندنا اولموست اربع برانشز في دبي. وي كفر يعني اولموست اكبر اماكن في دبي. نعم اكيد. مثلا محمد حابين نعرف نوع الاطباق اللي بتقدمها هنا. احنا نوع الاطباق عندنا احنا سوشي. السوشي طبعا اتس ان ايشين كونسبتس. احنا طبعا بنعرف قطاع الفود اند بافريج في طبعا شهدنا تطور او تطور كبير جدا في الفتره السابقه بالذات في دبي وبالمنطقه كلها. طبعا احنا قبل كده طبعا كنا بنعتمد على احنا شركه اولا هوم جرون كونسبتس. احنا وي كرييت اند ديفلوب اور كونسبتس. ما بنعتمد ان احنا نجيب فرانشايز من بره. بالعكس احنا وي ديفلوب نيو كونسبتس يونيك واتس ديفرنت وان شاء الله بنصير ان احنا نصدره للخارج باذن الله. ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله. مستر محمد طبعا في منافسه جديده هنا في كذا محل سوشي. ازاي سوشي باز قدر يتميز؟ سوشي باز قدر يتميز. احنا قبل ما نيجي نفتح السوشي باز فكرنا الاول ان احنا نعمل كونسبت ديفرنت. فكرنا اوت اوف ذا بوكس. فكرنا ان احنا نعمل حاجه اكسترا اوردينري. فكرنا ان احنا نعمل ان السوشي يكون شويه مور فريندلي وان يرضي اكبر عدد من اذواق المجتمع. فحاولنا نستخدم الاكسبيرينس بتاعتنا وان احنا تو اد سام مور سوسز ودريسنج وان احنا نخليه شويه مور فريندلي تيست. طبعا احنا عارفين كلنا ان احنا السوشي دايما بيكون معتمد على الرو فيش مع الرايس الجابانيز رايس والديبنج الصويا صوص والواسابي. لا احنا ركزنا ان احنا تو اكزاكتلي. فاحنا ركزنا شويه ان احنا مور تو انجكت اديشنال تيست وبالنكهه المميزه بتاعتنا. بالعربية بقى والسيكريتس. بالظبط اكزاكتلي. ان هو فعلا يقدر يرضي جميع اذواق المجتمع. الحمد لله قدرنا نحقق دوت وصار عليه اقبال شديد جدا. الحمد لله.
والحمد لله. نتمنى لك كل التوفيق والنجاح. الله يخليك. ميرسي. حابين نعرف عن نظريتك المستقبليه. نظرتي المستقبليه ان شاء الله ان احنا طبعا to continue with our expansion plan. احنا دلوقتي we are covering almost we are delivering في almost 70% من سوق دبي ما شاء الله. ان شاء الله في بلان ان احنا نفتح 3 more branches على قبل اخر السنه ان شاء الله. وبنصير ان شاء الله نروح لسوق ابو ظبي وان شاء الله بنكفر المنطقه كلها باذن الله by end of this year ان شاء الله باذن الله. مستر محمد نتمنى لك كل التوفيق والنجاح. مستر محمد طبعا زي ما انت عارف ان احنا افضل بلد هنا بالامارات، موجود نعمه الامن والامان لكل المستثمرين. ازاي بالاخص نعمه الامن والامان قدرت تساعد مستر محمد ان هو يستثمر هنا بالامارات؟ والله طبعا هي دي دواء بيرجع لعده عوامل موجوده في دوله الامارات. اول حاجه طبعا اللي هي الانفراستراكشر المكتمله في دوله الامارات. تاني حاجة التعدد السكاني المختلف من أطياف وجنسيات مختلفة من الناس، وده طبعا أصبح وبالتالي ده أصبح إن هو يكون ليه قابلية كبيرة جدا من الـ على المطاعم. أكيد. وفي نفس الوقت طبعا يستقطب مستثمرين. أكيد. مستر محمد بالأخير بنشكرك كتير. حابين نقول للسادة المشاهدين إزاي يقدروا يتواصلوا مع سوشي باز. بتقدروا تتواصلوا عندنا طبعا، احنا دلوقتي فرع جوميرا ليكس تاور بكلاستر جي، ده الفرع الرئيسي عندنا. عندنا فرع بزنس باي، عندنا فرع بموتور سيتي، وعندنا فرع بالراشديه. تقدروا طبعا تتواصلوا عندنا عن طريق الويب سايتس، عن طريق السوشيال ميديا، عن طريق الانستجرام، عن طريق الفيسبوك. اكيد. شكرا كتير مستر محمد، تشرفنا بيك ووجودك بالبرنامج. شكرا. نعم صح. مشاهدينا الكرام الى هنا تنتهي حلقه اليوم، تابعونا كل جمعه وسبت على قناتكم ABC. دمتم بخير وفي رعايه الله.